عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصايبوا صفه مدفونه اللي كتجي رائعه، صفه تقليديه، تزيين تقليدي. كنتمنى تعجبكم وتتبعوا ان شاء الله المقادير والطريقه. وانني غادي ندير صفه مدفونه لان هي كتاخذ الوقت بزاف، اكثر من الدجاج. وهذا عندي دابا تقريبا شي كيلو، قل شي حاجه، قل زلافه ديال الشعريه ديال الصفه. حاولوا تختاروا الصفه تكون مزيانه. المهم غادي ندير معها تقريبا نص كاس ديال الزيت ديال العنبه ديال الزيت. غادي ندهنها مزيان، غادي ندهنها، نحاول ندهنها بشويه غير بشويه باش ما تتهرش. هكا ندخل فيها الزيت مزيان كما كتشوفوا. المهم انا غادي ندير ليها الطريقه التقليديه اللي كيديروا مواتنا، يعني غادي نفورها عادي. شوفوا معايا الطريقه، راه تجي زوينه، كتجي رطبه. المهم انا غادي ندخل ليها هذا الزيت مزيان البنات باش ما تهرش ليا، حيت ملي كتكون باقا ما فايراش يعني كتكون دغيا تهرس. غنبقى ندير ليها على هذا الشكل هكا حتى تلبس كامله بالزيت كما كتشوفوا. ها انتما راه ولات كامله، طلعت بهذا بالزيت. دابا غادي نديرها ان شاء الله تفور كما قلت لكم نص ساعه، ومن بعد غادي نغسلها بالماء بارد. تفور دابا، غادي نغطيها بهذا المنديل باش كتجي رطبه ديما في التصويرات. ديما نحاول نغطيها بشي منديل بحال هكا من الفوق باش ما تقش، باش ما تجيش مقرمشه من الفوق، يعني طيب كامله وتجي رطبه. البنات عندي في المقادير، عندي تقريبا هنايا دجاجه، المهم الدجاجه على حسب اللي بغيتو. عندي دجاجه استعملت معها ربعه الحبات ديال البصله، يكونوا مقطعين على هذا الشكل، هادو هذا ما يكونوش مشلضين، تقطعوهم هكا على هذا الشكل هكا. عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال العنبه، عندي معلقه ديال السمن صغيره، عندي عود ديال القرفه كبير، عندي معلقه عامره ديال الخرقوم، عندي نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه عامره كبيره ديال سكينجبير، وشويه تاع الملح، وضامه ديال الزعفران. الا متوفر الزعفران ديروه. المهم هادو هما المقادير اللي عندنا. ديال الزعفران حتى هي مالحه، والدجاج اصلا كيكون مغسول في الملحه، يعني حاولوا لان هاد الملحه ديري غير شويه صافي. هادو هما المقادير اللي عندنا. دابا غادي ندوزو في الطريقه. ها هي كما كتشوفوا غادي نديروها في الدجاج. غادي نديرو هداك نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي ندير معلقه غامره صغيره ديال السمن، ضامه ديال الزعفران. الا متوفر الزعفران حر ديروه، هو تيجي رائع هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نديها نشحرها مزيان حتى تشحر مزيان. بعد ما تشحرت هي هذيك العطريه مزيان مع الدجاج، دابا غادي ندير البصله ونخليها تشحر مزيان على نار مهيله 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 بزاف. غادي طيب هاد الدجاج غير في الماء ديال البصله باش كتجي التغميره زوينه وعقده. البصله دابا كما قلت لكم تشحر مزيان هذيك البصله مع العطريه. دابا غادي نزيد واحد المعلقه ديال السنيده، وغادي نخليها طيب مزيان هاد ديال تشحر مزيان، ونقص البوطه مزيان مزيان مزيان. تخليوش البوطه مجهده اصلا باش تجيكم لاصوص جديده. ديما النار تكون قليله والماء يكون ما ديريش الماء كاع فيها، تحاول طيب غير في البصله ديالها. الصفه ديالي نص ساعه كما قلت لكم. دابا غادي نغسلها في الماء، غنديرها هنايا وغادي نغسلها. ما تخافوا منها ما والو، هاد الطريقه راه مضمونه، ما تعجل لكم ما حتى حاجه. كما تحيدوها ارميوها في قصريه فيها الماء بحال هكا، ولا بانيو، ولا المهم اللي عندكم على الشكل، ونغسلوها مزيان حتى تشوفوا اللون ديالها كيتبدل. كما هكا استعملوا يدينا
بحال هكا نغسلوها مزيان حتى تشوفوا اللون ديالها كيتبدل، هي اللي غادي نصفيوها ان شاء الله في الكسكاس. نخليوها تسقطر واحد شويه ونعاودوا نفوروها. كيتبدل اللون ديالها، كتمغاده وتبيض كتولي على هذا الشكل بحال هكا. صافي دابا غادي نهزها ونديرها في الكسكاس، نردها في الكسكاس باش تعاود تسقطر مزيان ونديرها تصفر. هذه الطريقه البنات راه كتجي بها زوينه، كتجي صفه رطبه ودغيا كتوجد صورة. ما تخافوا منها ما والو، ما تعجل لكم حتى حاجه. هما غادي نديرها بهذه الطريقه بحال هكا، نخليها تسقطر مزيان ونعاود ندهنها بالزيت، لان داك الزيت اللي درنا في الاول هو مشى في الغسيل. نحاول نحلها بحال هكا، التصويره الاخرى. دابا غادي نحطها عاوتاني نغسلها كما كتشوفوا. ثم الطريقه راه زوينه، كتجي بها الصفه من داك الشيء. غادي نحاول نحلها في الماء، نغسلها عاوتاني في الماء مزيان، ما نخليهاش مده طويله، نحاول غير هكا ونحيدها تسقطر عاوتاني. نستعمل يدي، إلا جاتكم سخونه ديروا مغرفه ديال خشب ولا. المهم انا غادي نحاول نحلها هكا غير بيدي بحال هكا. نشرب ليا دابا شويه ماء بارد، هذا راه ما بارد ماشي سخون، ما ديروش الماء سخون، هي ما بارد عادي من الروبيني هكا. نحاول نحلها مزيان، ها هي دغيا كتحل يعني بسهوله. انتما البنات كيفاش كتجي زوينه، لونها كيجي زوين سخونه بزاف. صافي نشربها غير شويه هكا تحل بيا مزيان، نعاود نصفيها، نعاود عاوتاني نفس الطريقه ندير ليها الزيت ونردها عاوتاني تصفر. دابا ملي تقطرات ليا غادي نردها للقصريه بحال هكا. نحط هنايا باش ندير ليها الزيت، ندهنها عاوتاني بالزيت. الزيت هو اللي ما تيخليهاش تعجن، حتى النوعيه ديال الصفه هي اللي كتلعب دور كبير. هانتوما شوفوا البنات راه ما تعجنات ما والو، شوفوا تبارك الله كي جات، جات زوينه، جات محلوله. دابا غادي ندهنها بالزيت ونخليها واحد شويه تشرب، ومن بعد غادي نعاود ليها التصفيره الاخرى. ندهنها دابا بالزيت مزيان، صافي نخليها تشرب هذا الماء اللي دي شويه غير شويه لي باش تزيد تنفخ مزيان وتزيد تضاعف الحجم ديالها، ونعاود ليها التصفيره الاخرى. البنات دابا صافي ملي شربات ليا هذيك الماء اللي كان باقي فيها شربات مزيان نشفات، دابا غادي نديرها في الكسكاس باش ندير ليها التصفيره الثالثه والرابعه. غادي نديرها بالحليب ان شاء الله. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كتجي، راه كتجي مخيره خصوصا ملي دابا زادت شربات ضعف الحجم ديالها وزادت ترطابت. كما قلت لكم الطريقه ديما ديما غطيوها بواحد المنديل باش كطيب كلها في خطره وحده، كتوزع عليها الحراره وكتجي طايبه كلها في خطره وحده. دابا غادي نديرها تصفر. دابا غادي نحطها هنايا كما كما كتشوفوا فارس مزيان. دابا غادي نسقيها بالحليب بارد، نص لترو ديال الحليب في كيلو قل تقريبا زلافه. غادي ندير معاها طاشيه ديال الفاني، ديرها بالحليب ونسقي بها، نسقي بها صفه سخونه. ها انتما كما كتشوفوا دابا غنحلها بالحليب، كتجي البنات هاد
هاد الفاني كتنسم صفا كتجي من السما وكتلددها بزاف هانتوما كما كتشوفوا. غادي ندير شويه ديال الملح، ندير واحد شويه ديال الملح صافي. دابا غادي نشربها مزيان في الحليب ونخليها تشرب مزيان. هاد التفويره الاخرى هاد الرابعه يعني ما كتخليهاش تفور بزاف، يعني غير شويه يطيب معاها شويه الحليب صافي وكنحطها. مازال غادي نديرو ان شاء الله الزبده وسنيده يعني سخونه بزاف. غادي نستعمل معلقه، هانتوما البنات راه كتجي زوينه بهذه الطريقه، كتجي رطبه كتجي ما معجنه ما والو. اللذه ما نقولش لكم كيفاش كتجي، خصوصا ملي كديروا ليها هذا الحليب مع الفاني. مازال ان شاء الله غادي نديروا ليها الزبده صافي. دابا غادي نخليها تشرب مزيان هذا الحليب، تنقربوا نقدموها ان شاء الله. غادي نديروها تفور غير واحد شويه يعني تقريبا هكا 3 دقائق حتى 4 دقائق صافي وكنحطوها. خليها دابا تشرب. بعد ما طاب ليا الدجاج والبصله، طاب غير في هذيك، طاب غير في البصله يعني ما كاين لا ما والو، تقصي عليه البوطه وخليه يطيب غير في هذيك البصيله. كيفاش جا الدجاج طاب ولا كي طاب مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحيد، غنحيد الدجاج دابا وغنخلي غير ديك الدغميره تعسل. هانتوما دابا غادي تشوفوا معايا، دابا غادي نحيد البنات الدجاج. من بعد راني غادي نفرتو نحيد منه العظام، نخلي غير الهبره هانتوما راه طاب مزيان، واحد الريحه طالعه البنات ما نقولش ليكم، واحد الريحه كتشهي زوينه. المهم انا هذه هي طريقتي في السفه، كتجي رائعه تجي لذيذه مزيان صافي. دابا بقات عندي غير هذيك لاصوص، لاصوص ديال البصيله. دابا غادي نزيد فيها معلقه صغيره ديال القرفه، ما تكونش عامره قرفه، حيت كبيره درت غير قرفه عواد. وغادي نزيد معلقه كبيره عامره ديال سنيده، إذا عندكم العسل ديروه صافي. وغادي نردها وغادي نزيد واحد شويه ديال الزبيب مرقداه في الماء نص ساعه، كيعجبني انا فيها الزبيب. ما بغيتوش الزبيب ما ديروهش، درت غير واحد الكميه كيطلق هو ديك اللذه ديالو ديك التعسيله ديالو صافي. غادي نخليها حتى تعقد ليا على هكا، بديت تعقد. دابا غادي نحيد هذاك الدجاج، غادي نحيدو من العظم، غادي نخلي غير الهبره سخون. نتوما راه خاصو يطيب مزيان بحال هكا، يطيب مزيان يطيب على خاطرو. غادي نحيد منه كامل العظم كما كتشوفوا هكا حتى نكملو كامل ونردو للدغميره. وقفت ليا المريقه، كي جات واعره. جربوا البنات هذه الطريقه راه ما غاديش تندموا عليها. غادي نحيد هذا العويد ديال القرفه، جات الريحه وجا المذاق اروع ما يكون. دابا غادي نزيد هذوك اللحيمات ديال الدجاج اللي حيت منهم العظم، غادي نزيدهم في هذه الدغميره وغادي نخلط مزيان باش كل اللحيمات يشربوا هذيك الدغميره. هانتوما البنات من بعد ما شرب ليا الحليب، شربت ليا الحليب مزيان هاد السفه هادي شكون جات. انا درت شويه تاع الزبيب هنا اللي ما كيبغيش ما يديروش، ها هي شربت ليا الحليب. دابا غادي نعاود التفويره الاخرى، يعني هي راه طابت غير تنسم بالزبيب والحليب تشرب مزيان هاد سميتو. غادي ندير دابا سنيده، غادي ندير سنيده ما غاديش ندير سكر كلاصي ما تيعجبنيش فيها يطلق الماء ولا ما عرفت. المهم غادي ندير القياس ديالي ديال سنيده، تقريبا كاس ديال العنبه ما يكونش عامر. غنحرك مزيان هذيك سنيده مع الزبيب. دابا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، معلقه
كبيره في قنعه عامره ديال الزبده وغادي نردها تفور المره الاخيره. صافي غادي نحركها دابا ونديرها تفور. غادي تفور مده تقريبا ماشي بزاف، جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق. هما البنات دابا غادي درت واحد الطبقه ديال الصفه، دابا غادي ندير هذيك الطغميره هي والدجاج، ندير لها بحال هكا. غندير لكم تزيين تقليدي عادي ديال زمان، فيديو اخر ان شاء الله غادي نديرو صفه بريستيج. المهم هكا كنديرو هذيك المريقه ديالنا وهذيك بحال هكا. غادي نهز طبقه اخرى غادي نحطها هنا، نحاول نقاد هاد السفه البنات، راه مكتجيش نفقيه مزيان بحال اللي خاصها تجي كما كتشوفو بحال هكا. غادي نحاول نقادها على الجناب ونزينها بكاوكاو سكر كلاصي والقرفه وشويه ديال الزبيب، زين عادي زين تقليدي. دينا القرفه غادي نزين بها عادي كما كتشوفوا، زين مهم على حسب الموجود وعلى حسب اللي بغيتو. انا المهم هادي اللي درت، مرة اخرى ان شاء الله نديرو بريستيج ليا واحد شويه تاع سكر كلاصي هنا. هاهي تزيين ديالكم تزيين بسيط عادي، المهم هو المذاق. هانتوما البنات كيفاش كتجي رائعه، واحد شويه ديال الزبيب غادي نديرو من الفوق. كنتمنى مشاهدي الاعزاء اذا عجبتكم الوصفه دعموني باشتراك ولايك، والى وصفه اخرى ان شاء الله.